فضيلة الشيخ، خادمة عند شخص بعقد شهري ولم يعطيها لمدة شهرين، إذا جمعها وأعطاها للأشهر الفائتة والمتبقية؟ هذا حسب طلبها، إذا طلبت استحقت الأجرة وطلبتها يجب عليها المبادرة بإعطائها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. فيجب إذا طلبت ذلك وقد استحقت عليه الأجرة يجب عليه المبادرة بإعطائها. قد تكون محتاجة، قد يكون وراءها من يحتاج من أسرتها، فلا يماطلها في ذلك، هذا ظلم. نعم.